أقام سيادة المطران مار أفرام يوسف عبا رئيس أساقفة بغداد والنائب البطريركي على البصرة والخليج العربي قداساً إلهياً، وذلك في كنيسة سيدة الكرمل للاتين في منطقة الهاشم الشمالي بمناسبة بداية الصوم المقدس. عونه المونسنيور أفرام سمعان المدبر الأسقفي للكنيسة السريانية في الأراضي المقدسة، والأب فراس دردر كاهن رعية مريم العذراء للسريان الكاثوليك في الأردن. وفي عظة القداس تحدث المطران عبا عن مفهوم الصوم متبوعاً بكلمة تشجيعية لأبناء الكنيسة من المهجرين العراقيين، دعاهم فيها إلى المحافظة على الإيمان والمواظبة على الصلاة والتواصل مع أهلهم ووطنهم العراق. بهذه المناسبة الكريمة، الصوم الكبير اللي هو فرض ما بس كنسي، كنيسة توصينا أن نصوم، لكن المسيح علمنا أن نصوم. يسوع صام 40 يوم و40 ليلة. ما هو حتى نسير رشيقين، بس مودة الرشاقة، ناس قاموا ما يتعشون، ناس يروحون على الجيم، ناس يركضون. بس راح تروحون لما تطلعون خارج تشوفون الناس يطلعون بالشوارع يركضون، إذا بنات وإذا نسوان وإذا رجال، إيش حتى لا يسمنون حتى يفقدون السعرات الحرارية. لا، هذا ما هو الصوم. الصوم اللي صامه يسوع صحيح من الأكل. أول تجربة، شوفوا بالصوم الشيطان يشتغل أكثر، لازم ندير بالنا. لما واحد يتقدم إلى الحياة الروحية وللصلاة، فالشيطان يكون حوالينه دائما حتى يوقعه ويسقط أكثر من يسوع بن الله. يجي يجربه، أش كان تجارب ماله الشيطان ليسوع؟ هاي خطايا البشر، شهوة، شراهة. يلا أنت قلبه، أنت إيش كتعمل 40 يوم؟ جعت لهاي الحجر إذا تقول شير خبز. شوف تجربه، يقدر يعمل يسوع ابن الله، عمل عجائب أقوى من هاي. لكن الشيطان يجي يعلمني، يعطيني درس. أنت يا فلان كنت تشوف عنده، تعرف جيبه مليان دولارات ومليان فلوس، روح خذه وعيش طيب وتونس. أنت تعلمني أخلاق إلي كمسيحي أنا ومؤمن. هذا تعابه، تعابه هذا. ليش أخذ أنا؟ ما من حقي. شوفوا هذا الإنسان الفطري، جربوا الشيطان، تعال صعدوا على الهيكل، شوف إذا تقع هسه، قالوا راح يجون الملائكة يشيلوك. تمام، هاي صحيحة، لكن أنا أسمع الشيطان؟ أنا أسمع الشيطان؟ لا. يقول لأبونا تعال، أبونا تعال، يلا يلا دي صلي على هاي الماي راح يصير خمر، صلي على هذا الخمر يصير ماي. أبونا 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 خلي الله أذب نفسي من فوق، صلي لي حتى لا أتأذى. الله ما يتعامل مع المجانين. كيشوفون وبالأخير المجد، تكبر، العظمة، الشوافة، ممالك الدنيا. الشيطان ساعده فوق أعلى الجبال، كل هاي مالتي، كل هذا العالم، بس اسجد إلي، أركع اسجد لي وأعطيك إياه كله. هو اللي عمله يسوع، اللي عمله هاي كله، بي كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، يقول مار يوحنا في الإنجيل. شوف تجارب العظمة والشهوة والشراهة. قالوا يا شيطان، اخترت كلمة نقولها بالقرقوش، ملعنة، إلا ملعنة، ملعون فعلا، ملعون. قالوا لي ربي إلهك تسجد ولا هو إياه، فقط
تعبد. هذا هو الله، هذا هو يسوع. واحد فقط ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع المسيح، ابنك الوحيد، مبرر عظيم لجنسنا، الذي نرجو أن ننال به الرحمة والصفحة عن خطايانا وخطاياهم. أرح يا رب أنفسهم واغفر نقائصنا ونقائصهم، واعف عما اقترفنا أمامك بإرادة وبدون إرادة، بمعرفة وبدون معرفة. ونذكر الآن خاصة والدة الله مريم العذراء القديسة الدائمة البتورية، والرسل الإلهيين والأنبياء والقديسين والشهداء الظافرين وجميع القديسين الذين أرضوك، لتحفظنا صلواتهم وتضرعاتهم من الشرير، وننال الرحمة في العالمين، كي يسبح بهذا كما في كل أمر، ويمدح كثيرا اسمك الكريم والمبارك، واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين، كما كان في البدء والآن وثابت إلى أبد الأبدين ودهر الدارين، آمين. فلتكن مراحم الله العظيم ومخلص يسوع المسيح مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد، ومع روحك.